وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. بارك الله فيك، يعطيك الصحة، يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك، يعطيك الصحة، الله يبارك فيك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ربي يوفقك، شكرا، ربي يحفظك، الله يسلمك. امين امين. شكرا خوتنا، السلام عليكم، ربي يبارك فيك ان شاء الله.
أيوة السلام عليكم ودعوتكم إن شاء الله، دعوتكم إن شاء الله يا ربي. أمين أمين. خلاص دعم ختمتها إن شاء الله. هاي ما كاش مشكل، احنا رانا نطهروا ان شاء الله، نطهروا في الشوارع، نطهروا في البلاد، راها الرقيه هذه. اللهم ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله، كثر خيركم وربي يبارك في شبابنا ان شاء الله. هاي شكرا خاوتي، هاي صباح الخير خاوتي، هاي السلام عليكم. هاي خاوتنا السلام عليكم، صباح الخير ان شاء الله، تترقى البلاد برك ان شاء الله، يترقى الشوارع، صباح الخير.